الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا يا أطباء، بكم بخير الصحة والعافية. محاضرة جديدة، محاضرة مادة الريسبيرتوري سيستم. بس بالله إذا الصوت واضح تقولي أوكي حتى نبدأ المحاضرة إن شاء الله. أوكي، إحنا طبعا بالمحاضرة السابقة بدينا بالفيزيولوجي وتكلمنا بالبداية عن multiple concepts regarding physiology بالتحديد بخصوص الفوليوم والكاباسيتي وغيرها. وإضافة لهذا بعدها تكلمنا عن dead space وعرفنا الفرق بين minute ventilation و alveolar ventilation. وبدينا بالميكانيكس of breathing وعرفنا إنه أنا عندي most important muscle of inspiration هي diaphragm. بالمقابل expiration قلنا هو عبارة عن عملية passive، لكن أحيانا نحتاج أكو بالexercise بالactivity ممكن عندي multiple muscles تشارك بها الانسبيريشن، وممكن أكو another group of muscles تشارك بالexpiration. هذا الشيء كله تكلمنا عنه بالمحاضرة السابقة. اليوم إن شاء الله راح نجي على مصطلحات كلش مهمة. راح نتكلم عن الكومبلاينس، راح نتكلم عن السيرفيس تينشن، راح نتكلم عن الريزيستنس، راح نتكلم عن الاير فلو، راح نتكلم عن الغاز بالتحديد الغاز موفمنت والغاز اكستشينج. شلون ده يصير عندي؟ ايش يصير بالانسبيريشن؟ ايش يصير بالاكسبيريشن؟ الفرق بالبرشر اللي دي يصير، كلها ان شاء الله راح نتكلم عنها. محاضرة اليوم ممكن راح تحسوها صعبة، صح هي هاي تقريبا أصعب محاضرة بالريسبيراتوري سيستم، لكن بنفس الوقت اللي يركز اللي ياخذها بطريقة منطقية راح يشوف اكو هواي أمور واضحة وتمشي. فبالتالي أول مصطلح عندنا هو الكومبلاينس. شنو الكومبلاينس ببساطة؟ الكومبلاينس هو ببساطة هو تشينج بالفوليوم على تشينج بالبرشر. يعني شنو ما افتهمنا؟ أوكي، ببساطة أنا أتخيل هسه راح أسألكم سؤال. أنا عندي مثلا خلي نقول عندي صندوق حديد، تمام؟ وجيت هذا ضفت له مواد معينة، أضيف له مواد، أضيف له مواد، أضيف له مواد، أوكي؟ وبالمقابل عندي نفاخة وأجي أضيف لها مواد، أضيف لها مواد، أضيف لها مواد. من أجي أقول يا هي أكثر كومبلاينس، شو راح أقيسه؟ راح أشوف أنا إيش قد أضيف فوليوم بهاي المنطقة، أوكي؟ وإيش قد أضيف فوليوم بهاي المنطقة؟ بنفس الوقت إيش قد يزيد عندي البراشر؟ كل ما كان زيادة البرشر بالنسبة للفوليوم اللي أضيفه قليلة، أقول عن هذا هو عنده هاي كومبلاينس. يعني شنو ببساطة؟ يعني أنا مثلاً هسه النفاخة مثلاً إجيت لنفترض مجرد رقم، أوكي؟ أنا عندي الكومبلاينس مثل ما قلنا الفوليوم على البرشر. فأنا إجيت على هذه النفاخة مثلاً وإجيت ضفت لها مثلاً بالبداية كان بيها مثلاً 10 أو خلينا نقول 1 لتر، أوكي؟ والبرشر مالته مثلا 1 مليمتر ميركوري مثلا، اوكي هذا بس مجرد امثال، اوكي اجيت مثلا وضفت لها صار بيها 10 لتر، اوكي مثلا اجي اشوف ايش قد صار زاد البرشر مالته، مثلا صار البرشر 5، اوكي فانا اقول الكومبلاينس مالتها هي تشينج بالفوليوم اللي هي 10 ناقص ايش قد 1 على تشينج بالبرشر اللي هي 5 ناقص 1 وتطلع لي 9 على 4 تقريبا 2 وشويه، اوكي هاي الكومبلاينس مالتها. من اجي بالمقابل نفس النفاخه بس خلينا نقول من ماده ثانيه، اجيت بالحاله الاولى كان نفس الشيء، هم الفوليوم مالتها مثلا كان 1 والبرشر مالتها كان ايضا 1، واجيت ضفت لها نفس القصه، ضفت لها 9 لتر فصار بها 10، اوكي الفوليوم صار 10 لكن البرشر مالتي صعد وصار 7. من اجي الكومبلاينس مالته راح يصير 10 ناقص 1 على شقد 7 ناقص 1 ويساوي 9 على 6 تقريبا 3 على 2 يعني 1 ونص. هنا يا هو الاكثر كومبلاينس الاولى لو الثانيه برايكم؟ بالضبط الاولى هي واضح من القياسات، لكن انا ليش نطيت هذا المثال؟ نطيت هذا المثال حتى اعرف انه الكومبلاينس ببساطه كل ما اقدر ازيد فوليوم with minimal increase بالبرشر اقول عند هذا الستركتشر عنده هاي كومبلاينس. واضحه النقطه اطباء؟ اوكي عندنا مشكله لو تمام هذا المصطلح. اوكي ما دام اوكي الامور خلينا عاد نشوف نشرح الموضوع. الكومبلاينس بيقول لك هو يعتبر المرادف للكاباسيتنس بالكارديوفاسكولار سيستم، وطبعا هذا الشيء راح نشوف بين الريسبيراتوري سيستم وبين الكارديوفاسكولار سيستم اكو هواي تشابهات. يعني مثلا راح نحكي مثلا الاير فلو يقابل البلد فلو، نحكي عن الريزيستنس يقابلها مثلا هناك هم عندي مثلا ريزيستنس، احكي عن مصطلح ثاني راح اشوف اكو تداخل بيناتها هواي. فبالتالي ان شاء الله من ناخذ الكارديوفاسكولار راح نحكي عن هذا التداخل والتشابه بيناتهم
بين الاير فلو والبلاد فلو والريزيستنس والبلاد بريشر وهاي الشغلات التفاصيل. لكن مثل ما اتفقنا انه يقول لك انه المصطلح الكومبلاينس بالريسبيراتوري يقابل الكاباستنس بالكاردو واسكولار، هذا ان شاء الله بعدين ناخذه ونعرفه بالتالي ما نركز عليه. لكن اللي يهمنا يقول لك انه احنا ببساطه الكومبلاينس هو الفوليوم على البريشر، ببساطه الكومبلاينس هو تشينج بالفوليوم على تشينج بالبريشر. الفوليوم ممكن بالمليليتر ممكن بالليتر، والبريشر ممكن بالمتر ميركوري او غيرها. فبالتالي يقول لك انه انا الكومبلاينس ببساطه ده اشرح شنو هو الديستنسبيليتي اوف ذا لانج، اللانج قد تقدر تسوي ديستنشن ونفس الوقت التشيست وول قد يسوي ايش اسمه ديستنشن، فاقول هذا الكومبلاينس مالته. طبعا احنا عندنا كومبلاينس باللانج، عندنا كومبلاينس بالتشيست وول، عندنا كومبايند كومبلاينس هسه راح ناخذها بعد شويه. هنا راح نرجع ونركز نقطه ثانيه، اكو مصطلح دائما تصير تداخل بيناته بين الكومبلاينس اللي قلنا هو التشينج بالفوليوم على التشينج بالبرشر وبين الالاستيسيتي. ببساطه اني هذه النفاخه اللي قبل شويه اخذناها مثال واجيت زيدت لها الفوليوم وزاد بيها البرشر، اوكي نفس الوقت هنا السؤال اذا كان عندها الاستيسيتي، ببساطه الالاستيسيتي شنو هو؟ انت ببساطه اخذ مثال لاستيك مال فلوس او اي مطاط، من تسحبه حيل كل ما تسحبه اكثر شي يصير به؟ يريد شي يصير هذا اللاستيك؟ لا ركزوا، هذا تختلف، هو هاي النقطة أنا ما أريد توقعون بيها. هسا أنا جاوبون على سؤال، لا تجاوبون عن شيء. كل ما أجي أسحب هذا اللاستيك مع الفلوس أو اللاستيك المطاط من أسحبه شيء يريد يرجع على بعضه، صح لو لا؟ يزيد التنشن فيريد يرجع على بعضه، مو بالضبط؟ حتى بالصغ أكو هواي ناس مثلاً كانوا يلعبون، شايفين مثلاً من يحطون هاي الأوراق باللاستيك مع الفلوس على إيدهم ويضربوها، من قبل كانت أيام ماكو مسدسات، مو صح كان يحطون ورقه بنص اللاستيك، كل ما تسحبها قوي كل ما راح تتوقع تنطلق الورقه اكثر، صح لو لا؟ المشاغبين بالمدرسه كانوا يشوفون ذول اللي يسووها مو صح ويضربوكم انتم قاعدين اول سره وهاي، تتذكرون هذا السؤال؟ اوكي فبالتالي هذا الشيء شنو هو؟ هذا الالاستيسيتي اللي ببساطه هو هم نقدر نقول نوعا من الريكويل. زين هنا السؤال حتى تفهمون انه الفرق بين الالاستيسيتي والكومبلاينس، لو قلت لكم هاي النفاخه عندها إلاستيسيتي، إلاستيسيتي هنا راح تحول الزيت للفوليوم لو راح تحول تقلله؟ هنا السؤال. أنا هسه النفاخة من أنفخ بالضبط تحاول تقلل الكومبلاينس، تحاول تقلل الفوليوم، تحاول ترجع، وببساطة هذا شيء منطقي، أنت جيب نفاخة وانفخ بيها، أوكي؟ هي أوكي بيها كومبلاينس ممكن. كل ما دا ازيد فوليوم بيزيد بريشر، بس ما اعرف ايش قد الكومبلاينس مالته، لازم اقيس هذا الشيء. الالاستيسيتي هي بالعكس، انا بس مجرد راح اتوقف واعوف الفوهه مالتها مفتوحه مباشره، ايش راح يصير؟ راح يطلع الاير فترجع يصير بها ريكول، راح يصير بها كولاب، صح لو لا؟ واضحه الفكره؟ اللانك هي مثل النفاخه بالضبط، هي هاي الالاستيسيتي الموجوده باللانك دا تحاول تسوي لها ريكول، دا تحاول تسوي لها كولابس. فبالتالي مصطلح الكومبلاينس هو مصطلح اكزاكتلي اوبوزيت للالاستيسيتي. وضحت الفكره؟ لو اكو مشكله هنا أنا. كلش مهم تخلون هذا المثال ببالكم، النفاخه حتى تعرفون الالاستيسيتي انا بدي احاول اسوي لي كولابس، بالمقابل الكومبلاينس لا انا بدي احاول ازيد الفوليوم مع مينيمال انكريز بالبرشر فاقول عندي كومبلاينس. واضح انه المصطلح الكومبلاينس ليش هو عكس الالاستيسيتي؟ ليش كل ما كانت الالاستيسيتي عاليه كل ما اتوقع الكومبلاينس راح يقل؟ ليش؟ لان كل ما ازيد راح يصير عندي يريد هذا الستركتشر يصير بي كولابس، بالتالي راح يزيد عندي البريشر فبالتالي راح تقل الكومبلاينس. واضحه هاي الفكره لو لا؟ الكل بالنسبه لكم واضحه؟ لهذا انا قلت ضروري تحضرون الاونلاين، لان هاي المحاضره هوايه راح تجي ببالكم اسئله، فمن انت اونلاين تقدر تسال، تقدر تستفسر، تقدر تفهم الموضوع. تمام، ما دام واضحه عند الكل اوكي. لان انا دائما اعرف انه الشيء المنطقي هوايه من عندكم يتخيل الالاستيسيتي هي نفس compliance بالمقابل هي بالعكس، اوكي؟ فبالتالي يقول لك انه هي inversely related to elastance اللي هي شنو هو؟ الالاستيسيتي اللي تطلع من الالاستيك تشو الموجوده باللاين، وهذا الشيء افتهمناه. اضافه الى هذا يقول لك هي inversely related to stiffness، ونفس الشيء هسه انتم مثلا مثال ثاني، اجي مثلا على نفاخه عايفها بالشمس فتره طويله، اوكي؟ ايش صاير بيها؟ اجي يا اسهل انفخ نفاخه صار هوايه بالشمس عايفها لو نفاخه موجوده بعدها فريش ما اخذها، يا اسهل انفخها.
بالضبط الفريشوان ليش؟ لان هاي بالشمس صاير بيها عباره عن اشبه بالستفنس صاير، صح لو لا؟ فبالتالي هي ايضا انفيرسلي ريليتد للستفنس، فبالتالي الاسيستي والستفنس مرات تتخيلها هي مصطلحات متعاكسه، لكن انت تخيلها ويا الفوليوم. من دا اضيف فوليوم ايش يصير بالبرشر؟ ما دام الالاستيستي تزيد لي البرشر بحيث تحاول تسوي كولابس، فاذا هي راح تقلل الكومبلاينس. ونفس الشيء بخصوص مصطلح الاستفنس. طبعا اكو انا عندي سلوب معين راح يقيس البرشر فوليوم كيرف، وهسه هذا راح ناخذه. اوكي ليش؟ لان انا ببساطه قلنا هو عباره عن فوليوم تشينج بالفوليوم على تشينج بالبرشر. اوكي هنا نرجع مره ثانيه يعرف لك هذا المصطلح، فيقول لك هو تشينج بالفوليوم فور ا جيفن تشينج ان البرشر. اوكي والبرشر طبعا ممكن يكون هو البرشر انسايد ذا لانج اللي اسميه انترا الوفيولار برشر، وهذه طبعا مصطلحات كلش مهمه. انا عندي انترا بلورال برشر اللي هو البرشر وين؟ البرشر الموجود انسايد ذا بلورال كافيتي، وعندي انترا الوفيولار برشر اللي هو البرشر الموجود داخل اللانج اتسيلف داخل الالوفيولاي. اكو شيء اسميه ترانسبولمناري برشر، هذا طبعا البرشر ديفرنس بتوين شنو؟ بتوين الانترا الوفيولار والانترا بلورا، وهسه راح ناخذها. عندنا هواي شغلات راح ناخذها ان شاء الله ونفهمها بالتفاصيل، فايتس اوكي لحد هسه. قبل ما نحكي عن الكومبلاينس اوف لانجز بالتفصيل، يهمني تعرفون هاي النقطه. واضح شنو الكومبلاينس؟ هاي ثلاث اشياء تعرفوها. الكومبلاينس واضحه؟ هل واضح علاقه الكومبلاينس ويا الالاستيستي وعلاقتها ويا الستيفنس؟ هاي ثلاث شغلات يهمني تعرفوها بهذا الباراجراف. هذا اوكي حتى نمشي على الجزء الثاني. تمام كل زين. خلينا نحكي عن الكومبلاينس اوف ذا لانجز. قبل ما احكي عن الكومبلاينس اوف ذا لانجز، انا راح احكي شيء راح نرجع بعد شوي نحكي بالتفاصيل ونشرحه ونتكلم به. لكن شنو النقطه الاساسيه اللي انا اريد شو اسمه نحكيها حتى نعرف اكو مصطلحات نحتاج نفهمها، رغم انه راح نرجع بعد شويه نحكيها بالتفصيل. شايفين هاي الصورة؟ طبعاً أكو شيء أسميه هنا هذا انترا الفيولار برشر، أوكي؟ البرشر الموجود بالألفيولاي، أوكي؟ عندي هنا انترا بلورا البرشر، البرشر الموجود شنو؟ البرشر الموجود بالبلورا. وعندي هنا هذا ببساطة الأتموسفيرك برشر، البرشر الموجود أوتسايد، أوكي؟ هاي النقاط كلش مهم نخليها ببالنا ونعرفها، هسه راح نفتهم شنو عندنا وناخذها بالتفاصيل. وبعدين راح نرجع مرة ثانية نرسم جراف ونفتهم القصة بعد أكثر، لكن أنا هسه أشرحها لأن أحتاجها من أشرح عن الكومبلاينس. لاحظوا الميكانيزم أوف ريسبيريشن اللي تصير، ركزوا على هذا الشيء. أنا عندي هنا هذا الإير واي، أوكي؟ خلينا ناخذ جزء من عنده، أوكي؟ وهذه عندي أنا اللانج، أوكي؟ وعندي هذا البلورال كافيتي، هذا هو البلورال كافيتي، أوكي؟ صارت كدني هذه مو لاين بس اتس اوكي يعني مشوها. اوكي بالمقابل هذا هاي البلورال برشر، اوكي عندي هنا هذا الاليفيولار برشر، اوكي حتى نعرف هذا الشيء. وعندي هنا بالمقابل عندي هذا اتموسفيريك برشر. انا احاول ادرس اللنج بحالات معينه، بالريست، بالانسبيريشن، وبالإكسبيريشن. لاحظوا بالحالة الطبيعية من آني قبل ما أخذ نفس، عادة الأتموسفيرك برشر هو زيرو، هذا ثابت، أنا ما راح أتغير فيه، ما راح أتلاعب فيه، ما له علاقة بي، فبالتالي هو زيرو باقي ما عندي مشكلة. الألوفيولار برشر هنا زيرو، أوكي هايبر ريست. وعندي البلورال برشر هو ماينس فايف، فبالتالي خلي ببالي الألوفيولار برشر هنا أكتبه، أوكي حتى تكون واضحة. عندي هنا انترا بلورال برشر، عندي هنا اتموسفيرك اللي هو على طول الخط زيرو ما راح نغير بيه، اوكي حتى يكون واضح. وعندي بالمقابل تشينج بتوين الالفيولار والبلورال برشر اسميه ترانس بولموناري برشر، البرشر الموجود حول اللنج متكون عباره عن الانترا الفيولار برشر اللي هو هذا والبلورال برشر. فبالتالي هنا أنا اسالكم الترانس بولمناري برشر بحالة الريست ايش قد عندي؟ هنا أنا صفر، هنا أنا ماينس فايف، فبالتالي اتوقع ايش قد يكون؟
عندي 5 صفر ناقص ناقص 5 فبالتالي ناقص بالناقص زائد يصير 5 تمام كل زين عاشتكم. طيب هنا السؤال انا بهاي حاله الريست عندي البريشر ديفرنس بين الاتموسفيريك والالفيولار بريشر اكو بريشر ديفرنس لو لا؟ ما عندي صفر بصفر فبالتالي هل اتوقع اكو اير موفمنتس لو لا بين الاتموسفيريك والالفيولار بريشر؟ ما عندي المفروض هاي بحاله الريست. بالانسبيريشن لاحظوا هذا الشيء بالانسبيريشن اني راح اخذ احنا قلنا الموست امبورتنت مصل بالانسبيريشن هي شنو اللي اتفقنا عليها الدايفرام. الدايفرام ايش راح يسوي؟ الدايفرام ببساطه من يصير له كونتراكشن راح يدفع الابدومينال فيزرا داونورد فبالتالي راح يسوي كانه دا ينطي الفرصه اللانج يصير بها اكسبانشن. وهنا انا سؤالي انا عندي نفاخه كانت بحيز معين مثلا انا كنت نفاخه نافخها ومخليها مثلا داخل علبه معينه وهاي العلبه شويه يا دوبك ضاغطه على النفاخه اوكي من اجي وارفع افتح هاي العلبه او اوسع هاي العلبه البريشر داخل النفاخه ايش اخباره؟ راح يقل او يزيد؟ تخيلوا بالضبط انا كانت مضغوطه فبالتالي باقي البريشر مالتها صفر من رفعت حولها راح يصير البريشر راح يقل البريشر بالضبط وهذا بالضبط اللي بيصير عندي بالانسبيريشن عندي الدايفرام راح يسوي لي موفمنت للابدومينال فيزرا داونورد فبالتالي يزيد لي خلينا نقول الكافيتي الموجود بالتشيست وول نفس الشيء عندي المسل كونتراكشن راح تسوي تبعد لي شو اسمه الانتركوستال ماسلز راح تسوي لي اكسبانشن للتشيست اوتورد وللرب اوتورد فبالتالي راح يصير البريشر بالالفيولاي بالانسبيريشن راح يتحول من صفر الى ماينس 1 لاحظوا هذا الشيء لان انتم قلتوا راح يقل البريشر هذا الشيء افتهمتوه كل زين عاشتيكم ايضا بنفس الوقت البلوال بريشر راح يقل فبالتالي هنا أنا صار عندي ماينس 1 هسه البلوال بريشر راح يقل الى ماينس 7.5 فبالتالي هنا أنا السؤال صار عندي الترانسبولمونري بريشر تقريبا ايش قد تقريبا خلينا نقول ماينس 1 ماينس ماينس 7.5 يعني 6.5 اوكي هنا انا ما يهمني هذا الشيء اللي يهمني هنا السؤال كالتالي هسه صار البريشر ديفرنس بين الاتموسفيريك بريشر والالفيولار بريشر راح يكون الموفمنت مال اير من يا منطقه من الاتموسفير للالفيولاي لو بالعكس بالضبط انا راح يجيني من الهاي ديفرنس من الهاي بريشر الى اللو بريشر فبالتالي راح يصير عندي الموفمنت بهذا الاتجاه كل الزين تمام متفقين على هذا الشيء طبعا انتم برايكم هسه انا من يجيني اير دا يجيني اير لللاين دا يجيني اير باللاين ايش دا يصير بالالفيولار بريشر بالانسبيريشن هسه هو ماينس 1 راح يزيد ويا ما يدخل للاير راح يقل له شنو يصير بالضبط هسه انا النفاخه راح اجي انفخ بها راح يبدي يزيد بالضبط فبالتالي هو راح يرجع صفر وممكن يزيد الى بلس 1 وهنا من يصعد هو الى بلس 1 هنا شنو ليش راح يصعد اكثر من نقطه هنا سؤال واحد راح يسال هذا السؤال يقول لي زين ليش هو المفروض هو يوصل عند الصفر ويتوقف ليش لان اتموسفيريك بريشر صفر فبالتالي المفروض هو من يوصل صفر يتوقف الاير موفمنت صح هذا الشيء منطقيا هذا صح لكن انت خلي ببالك اللانج موجوده عندها قابليه للالاستيك ريكول فبالتالي هي الاير موفمنت راح يرجع لي للصفر والالاستيك ريكول والسيرفس تنشن اللي بعد شويه راح نحكي بيها راح تزيد لي عن هذا الشيء فبالتالي راح يصعد صفر ويا الاير موفمنت ويا الالاستيك ريكول وال شو اسمه السيرفس تنشن راح يصعد الى بلس 1 فبالتالي هنا نتحول ماينس 1 الى صفر الى بلس 1 هنا السؤال راح يجيني هنا راح تتوقف الموفمنت هنا وبتجي تجيني هنا شنو الاكسبيريشن الاكسبيريشن اللي هي راح باعتبار انا صار عندي بريشر ديفرنس هنا صار بوزيتيف فبالتالي الاير المفروض يطلع بالاتجاه المعاكس الى حد ما اوصل بالنهايه ارجع لحاله الريست اوكي فبالتالي هاي النقاط كلش مهمه اخليها ببالي وما انساها راح نرجع مره ثانيه نحكيها بالتفاصيل على فكره راح نرجع نحكيها عندنا التفاصيل ناخذها ونحكيها وش يصير وكيرفات ونفهم الموضوع لكن هنا انا اريد تفهموها كبرنسبل قبل ما نحكي عن تفاصيل الكومبلاينس وتعرفون مصطلح شنو البلورال بريشر شنو الالفيولار بريشر شنو الترانسبولمنري بريشر تمام اوكي هسه راح نرجع مره ثانيه نحكيها وتفهموها اكثر هنا نرجع نحكيها على هاي الصوره اوكي لاحظوا هذا الشيء
أنا عندي بالحالة الطبيعية راح أرجع أعيدها مرة ثانية، عندي atmospheric pressure اللي هو صفر، خلاص منتهينا عنده هو صفر، تمام؟ بالمقابل عندي intra-alveolar pressure بحالة طبيعية من ما عندي شيء هو أيضا صفر، لاحظوا هذا الشيء. وعندي intra-pleural pressure هذا اللي قدامكم هو minus 5. فبالتالي من أجي دا أحسب transpulmonary pressure هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن صفر minus minus 5 اللي هو عبارة عن pressure difference between alveolar والpleural، أوكي؟ فبالتالي صفر minus minus 5 يطلع 5، أوكي؟ هذا بحالة الريست. طيب هل راح يصير عندي air movement بالريست؟ ببساطة أنا خلي ببالي دائما الموفمنت تصير من الهاي بريشر إلى اللو بريشر، وهذا الشيء متفقين عليه ونعرفه، صح لو لا؟ فبالتالي أنا من أجي أباوع البريشر هنا أنا صفر الأتموسفيريك بريشر، والأليفيلار بريشر أيضا صفر، فبالتالي بحالة الريست أتوقع ماكو موفمنت. طيب اجيت اني اخذت نفس بالمصطلح العام، يعني شنو؟ يعني صار عندي كونتراكشن للدايفرام. الدايفرام ايش راح يسوي؟ راح يسوي داونورد موفمنت للابدومينال فيزرا، راح يدفع الابدومينال فيزرا، فبالتالي يسوي اكسبانشن للتشيست كافيتي. نفس الوقت الانتركوستال مسل تسوي موفمنت للريبس اوتورد، اوكي؟ فبالتالي انا ببساطه دا اوسع التشيست كافيتي. حتى نفهم ايش راح يصير للبريشر داخل الالفيولاي، أنا ببساطة أتخيل عندي هذه نفاخة مخليها داخل صندوق معين يا دوبك ضاغط عليها، ما يعطيها مجال لا تتوسع ولا تتخلص، ضاغط عليها ومبقيها. هنا أنا هذه النفاخة كان البريشر مالتها خلينا نقول صفر، اجيت وشلت هذا الصندوق، تخيلوا أنا كان هذا الصندوق الضغط وما أدري شنو صفر، من أجي أرفع الصندوق البريشر هذا الصندوق كان ضاغط على النفاخة ومبقي ضاغطها صفر. من اجي ارفع الصندوق ايش راح يصير بهذا البريشر؟ راح يقل او يزيد داخل النفاخه بالتحديد؟ انا ريحتها للنفاخه، فبالتالي ببساطه البريشر مالتي راح يقل. فهذا بالضبط اللي يصير بالانسبيريشن، الدايفرام كونتراكشن والانتركوستال مسل كونتراكشن راح تسوي اكسبانشن للتشيست كافيتي، فبالتالي ببساطه راح تسوي تنطي مجال لللونج تاخذ وقتها، فبالتالي راح يقل البريشر من الصفر الى ماينس 1. نصها البريشر هنا طبعا ايضا البلورال بريشر راح يقل الى ماينس 7.5، لكن خلي نركز على نقطه الانترالفيولار بريشر لان هو راح يحدد لي البريشر ديفرنس بين الاتموسفيريك والالفيولار. نصها عندي ماينس 1 والاتموسفيريك هو ثابت هو زيرو، راح يصير عندي عباره عن موفمنت من الاريا اوف هاي بريشر الى اللو بريشر، فبالتالي راح تجي الموفمنت بهذا الاتجاه. طيب اجتني اني هذه الموفمنت، ببساطه ايش راح يصير؟ راح يبدي هذا الشان صفر اللي صار ماينس 1، بعدين ويا الاير موفمنت اير موفمنت راح يزيد البريشر، فبالتالي يصير عندي زيرو. لكن هو ما راح يتوقف عند الزيرو، ليش؟ لان انت هناك الدايفرام وقف الكونتراكشن مالته، الانتركوستر مسل وقف الكونتراكشن مالته، فانت كانه رجعت الصندوق. هذا الصندوق تخيل الان كانت عندي نفاخه مثلا مثل ما اتفقنا هذه، وكانت داخل هذا الصندوق وساعد عليها زيرو. اجيت ورفعت هذا الصندوق واخرته هنا وهنا وسعته، اوكي؟ وجيت حطيت لها هول هذه النفاخه، فبالتالي البريشر مالته بالبدايه من رفعته صار ماينس 1، من اجي احط الهواء صار عندي زيرو، رجع للزيرو، لكن ارجع الصندوق مره نفس ثانيه دا يضغط عليه ايش راح يصير؟ البريشر راح يصعد الى بلس 1، فبالتالي هو ليش صعد؟ هنا السؤال الواحد من عندكم يساله. عن المفروض الاتموسفيريك بريشر هو زيرو، فبالتالي هي من كانت ماينس 1 المفروض يصعد داخل الليفيلر بريشر الى زيرو ويرجع، فبالتالي يصير ما عندي بريشر ديفرنس ونتوقف. ليش زاد الى بلس 1؟ ببساطه لان نتيجه للالاستيك ريكويل مال لانج، نتيجه لوس اوف دايفرام كونتراكشن، انتركوستال مسل دايفرام كونتراكشن، واضافه لهذا مصطلح السيرفس تنشن اللي بعد شوي راح نحكي، كل هذه راح تزيد لي البريشر، فبالتالي راح يصير بلس 1. هذا اللي بدنا نحكيه بالضبط. طبعا بعدها انا باعتبار صار عندي بلس 1، يعني هذا صار الانترا بلورال بريشر اعلى من الاتموسفيريك بريشر، فهنا مثل اللي هذا نقول احنا شنو؟ احنا الاكسبيريشن هو باسيف. ليش؟ لان ببساطه صار عندي بريشر ديفرنس، فبالتالي راح يطلع هذا الاير ونرجع للحاله الطبيعيه نفسها اللي هي 0 ماينس 5. واضح هذه المصطلحات؟ راح نرجع مره ثانيه نحكيها، لكن هاي الارقام ما راح نحكي بتفاصيلها مره ثانيه، لكن كمصطلح بصوره عامه الميكانيزم اوف انسبيريشن واكسبيريشن، وده يصير فرق
لاحظوا لان انتم هواي راح من عندكم راح تدوخون بعدين، حاولوا هاي المحاضره تفهموها كل زين. انا اعرف شنو الاتموسفيريك بريشر، شنو الانترا اليفيولار بريشر، شنو هو الانترا بلورال بريشر، شنو هو الترانس بولموناري بريشر، اخليها ببالي واعرفها واركز عليها. تمام؟ احد عنده سؤال؟ ما اريد اتجاوز نقطه اذا مو الكل فاهمين. اوكي ما عندنا مشكله، حتى لو ناخذ هاي محاضرتين هاي المحاضره تصير ماكو مشكله، المهم انتم فاهمينها. تمام؟ اوكي عاشتي. نجي على الكومبلاينس اوف ذا لاينز. طبعا احنا الكومبلاينس اتفقنا هو تشينج بالفوليوم على تشينج بالبريشر. هنا السؤال او قبل ما نحكي السؤال خلينا نحكي الموجود وراها نجي على السؤال. عندي الترانس نيورال بريشر او الترانس بولمونري بريشر هو عباره عن الاليفيولار بريشر ماينس انترا بلورال بريشر، هذا اتفقنا اللي 0 ماينس 5 واللي يتغير. طبعا البريشر اوتسايد ذا لانج الموجود اللي هو انترا بلورال بريشر هو عباره عن نيجاتيف. اوكي وهذا الشيء اتفقنا عليه هو كان ماينس 5. يقول لك اللانج ممكن يصير بها اكسباند واللانج فوليوم ممكن يصير بها انكريز. هسه راح نعرف شنو القصه بالضبط ايش اللي يصير عندي. بالمقابل لاحظوا هذا الشيء، سامعين انتم دائما نخاف من كيس النيموثوراكس وبالتحديد التنشن نيموثوراكس. ليش اخاف من عنده؟ ببساطه التنشن نيموثوراكس شنو المشكله مالتي؟ انا عندي دي يصير عندي وان واي فالف. اوكي عندي مثلا بيشن صار عنده تروما، فايش به دي يصير عندي وان واي فالف، دي يدخل البرش الاير للبلورا بس ما دي يسمح له يطلع، فبالتالي انا من دا ادخل اير للبلورا. لاحظوا هذا الشيء حتى تفهمون هاي المصطلح الموجود عندكم. انا عندي هذه اللاند تمام وهذه حولها لبلورال كافيتي. بالتنشن نيموثوراكس شنو دي يصير عندي تروما انجري، فبالتالي شنو انا دي يصير عندي وان واي فالف دي يسمح يدخل الاير هنا وما دي يسمح له يطلع، فبالتالي هذا الماينس 5 من دي يدخل الاير ايش دي يصير بالبريشر برايكم؟ من اجي ادخل له اير 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 ايش ليه يصير؟ دي يزيد يقل برايكم؟ دي يزيد، فبالتالي هذا الماينس 5 دي يزيد ممكن يوصل بوزيتيف، فبالتالي بالنتيجه تخيلوا هذا البريشر حول اللاين دي يصير بوزيتيف فممكن يضغط على اللاين ويصير فيها كولابس. لهذا تسمعون التنشن نيموثوراكس ترى تشوفون ممكن لاين كولابس، وتشوفون اضافه لهذا دي يصير ديفيشن للتريكل الاوبوزيت سايد، وهاي التفاصيل كل هاي ممكن تدزون اكس راي ما تشوفون اللانج صح ولا نتيجه هذا البريشر بيسوي لها كولابس ونفس الوقت ده يدفع التريكي والاوبوزيت سايد فتشوفون هاي الفاندنج. ليش؟ لان ببساطه ده يزيد عندي الانترا بلورال بريشر ده يصير باتجاه البوزيتيف. اوكي فبالتالي هي هاي النقطه اللي ده يشرح لكم اياها، يقول لك انه من البريشر اوتسايد ذا لانج ده يصير عندي بوزيتيف هنا أنا اللانج ممكن يصير بيها كولابس والفوليوم راح يصير بيها ديكريز، وهذا طبيعي. أنا إجيت نفاخة دائما أتخيلها النفاخة وأحطها في صندوق وأبي هذا الصندوق أضيق بي أضيق بي أضيق بي، طبيعي الفوليوم راح يقل واللانج والهاي النفاخة راح يصير بيها كولابس. اتس اوكي دائما خلوها ببالكم اللي هي دائما اللانج خلوها كنفاخة وتخيل الأمور هيك ماشي. طبعا يقول لك انفليشن أوف ذا لانج، وهاي نقطة ركزوا على هذا الشيء. الانفليشن اوف ذا لانج اللي هو الانسبيريشن، يعني انا دا ادخل اير باللانج عاده الكيرف مالتها يختلف عن الكيرف مال الاكسبيريشن. طبعا شو يقول لك؟ يقول لك هذا نسميه هيستريسيس. افتهمتوا هذا الشيء؟ لا ما فهمنا شنو يقصد، هسه راح نفهم شنو يقصد. لاحظوا هذا الشيء، انا بدي اسالكم سؤال. من اجي على هذه النفاخه مالتنا اوكي سوينا عيد ميلاد وجبت نفاخه واجيت تنفخ بيها تنفخ بيها تنفخ بيها، نفختها مثلا وصارت حجمها هيك مثلا. اوكي هنا أنا السؤال، اذا اجي ارسم كيرف اللي دا احسب انا اللي دا انفخ بهذه النفاخه، هل هذا الكيرف اللي راح دا انفخ بها النفاخه اجيت ونفختها الى هذا الحد وهناك هديتها وعفتها وجيت ايش راح يصير؟ راح يطلع الاير. هل برايكم النفخ مال هذه النفاخه ونفس الوقت الديفليشن او من يطلع الهواء نفس الشيء ده يصير له يختلف كتايم؟ بدي احكي بس كتايم، ما اريد نحكي بالضبط الكيرف مالت اللي هذا ده يقول لك من هنا ايش ده يقول لك؟ راح تختلف بالضبط. انتم تخيلوها مثل النفاخه، من انفخها انا ده انفخ 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 اتعب، بس مجرد اتاخر راح مباشره راح يطلع الاير صح ولا لا؟ لان هو باسيف. نفس الوقت نفس الشيء هذا ده يصير عندي باللاين، فيقول لك الكيرف مال الانسبيريشن والاكسبيريشن ده يختلف. طبعا احنا هسه راح ناخذها نشرح الطريقه العلميه او في النفاخه، هسه ركز على الطريقه العلميه. يقول لك الانفليشن اوف ذا لانج يختلف عن الكيرف مال الاكسبيريشن او الديفليشن.
ليش؟ هذا الدفرنس طبعا يسموه شنو هيستريسيس، هذا المصطلح. شو يقصد بي؟ أنا من أجي أنفخ، لاحظوا هذا الشيء، أي واحد من عندكم يتخيل هذا الشيء، من أجي أنفخ هذه النفاخة أو اللنج، أنا دا أحس دا أحس أكو بريشر بريشر بريشر، بس دا أزيد الفوليوم. لاحظوا هنا عندي البريشر، هنا الفوليوم، كل ما دا أزيد بالفوليوم دا يزيد عندي البريشر اللي هو هذا الكومبلاينس. أوكي، تشينج بالفوليوم على تشينج بالبريشر. فبالتالي بالإنسبيريشن أنا دا أنفخ 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 أنفخ، ده يحس كل ما ده انفخ زياده ده يزيد البريشر. لكن بالاكسبيريشن بالضبط نفس النفاخه، انا هسه النفاخه مباشره يا هي شو وقت مو بلحظه قبل يطلع ده اشوف البريشر مباشره يقل. اوكي هو انا زيدت مثلا كان البريشر عندي بالبدايه زيرو هنا، اوكي خلينا نقول حتى نرسم هنا واحد حتى تكون واضحه، اثنين طبعا هاي امثله، ثلاثه اربعه خمسه، اوكي والفوليوم ايضا اقول هنا واحد هنا اثنين هنا ثلاثة هنا أربعة هنا خمسة. أنا دا أشوف بالإنسبيريشن من وصلت على خمسة كان البريشر خمسة، خمسة على خمسة، أوكي الفوليوم والبريشر، أوكي اللي هي الكومبلاينس. أوكي بالمقابل بالإنسبيريشن من وصلت أربعة كان تقريبا عندي الفوليوم أربعة ونص، الفوليوم من وصلت أربعة ونص البريشر كان عندي أربعة. أوكي من إجيت على الفوليوم اللي عندي هو ثلاثة مثلا تقريبا كان عندي البريشر قد اثنين ونص مثلا. دا أعطيكم أمثلة، هذا دا أرسم هاي الأمثلة حتى تفهموها. أوكي أوكي لاحظوا هذا الشيء، هذا اللون الأسود مال inspiration. لاحظوا expiration، من أجي إذا أرسم expiration أنا من أجي هنا على الخمسة، أوكي هو تقريبا هذا expiration، من أجي هنا على الأربعة إيش راح يصير؟ يختلف. من أجي على الثلاثة يختلف، من اجي على اثنين يختلف. واضح الاختلاف بين الكيرف مال الانسبيريشن والاكسبيريشن بصوره عامه، واضح قبل ما نحكي ليش يصير عندي هذا الاختلاف؟ اكو واضح عندكم انه اكو فرق بين الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ نفس الشيء هسه انت القوه اللي تسلطها على النفاخه من تنفخها تختلف تقريبا باول لحظات، اعلى بريشر راح يصير عندي مباشره وراها راح يصير الامور تنزل بسرعه. طيب ليش هذا الشيء بيصير البريشر ديفرنس؟ هنا انا راح نجي نحكي اللي قصه اللي ريت نحكيها. ليش بيصير عندي البريشر ديفرنس والفرق بين الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ طبعا الكومبلاينس اكو شغلات تحافظ لي على الكومبلاينس واكو شغلات ضد الكومبلاينس. اول شيء اتفقنا انه الالاستيستي والالاستيك ريكوير زيد لي الكومبلاينس لو تقلل لي. راح تقلل تمام، فبالتالي انا عندي اول شيء ممكن يقلل الكومبلاينس اللي هي الالاستيك ريكورد او الالاستيستي، تمام متفقين على هذا الشيء. طيب اكو مصطلح ثاني اللي هو السيرفس تنشن. السيرفس تنشن شنو هو المصطلح اللي هواي من عندكم سالناه بالمحاضره السابقه، قالوا شنو السيرفس تنشن؟ قلت لكم ما نريد ندخل بها هسه، خلي على المحاضره الجايه من حكينا عن الار دي اس. السيرفس تنشن هو عباره عن التنشن الموجود بين المولكيول، اذا تشوفوا هذه المولكيول من يصير عندي فلويد اير انترفيس، يعني انا عندي تداخل بين فلويد واير، طبعا تعرفون اكو بالبلورا فلويد شويه حتى يقلل الفراكشن وهاي التفاصيل. هذا السيرفس تنشن عباره عن تنشن موجود بين مولكيول، اوكي؟ هذا التنشن الموجود بالمولكيول ايضا راح يقلل الكومبلاينس، راح يحاول يسوي كولابس اللنج. فبالتالي الشيء الثاني اللي يقلل الكومبلاينس هو السيرفس تنشن. بالمقابل انا عندي سبستانس اسميها سيرفكتنت هي تقلل لي السيرفس تنشن، وهذا انا ما بدي احكي. انا اللي اريد احكي هنا ليش يصير عندي ديفرنس بين الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ ببساطه انت بالانسبيريشن انا هذه عندي نفاخه ما كانت منفوخه، اجيت هنا ونفخت هذه النفاخه هنا، من دا اسلط هنا اير، اوكي انا عندي شنو الالاستيك ريكويل يريد يرجع، اوكي فانا دا انفخ اجينست الالاستيك ريكويل. عندي السيرفس تنشن، اوكي هاي الالاستيك ريكول خلينا نكتبها ار حتى ما ننساها، او اي ار الالاستيك ريكول. عندي السيرفس تنشن بيحاول بنفس الوقت يسوي لي ايضا يرجع لي اياها، وانا دا اسلط هذا الاير دا اسلط هذا الاير، اوكي اجيت ونفختها اكثر، فبالتالي ايضا عندي الالاستيك ريكول والسيرفس تنشن بيحاول ايضا يسوي لها كولابس. انا دا انفخ اجينست تو خلينا نقول ريزيستنس، او خلينا نقول اجينست تو فورسز، اوكي
اجيت مرحلة ما وتوقفت عن النفخ ووخرت، اوكي؟ ايش راح يصير؟ راح يصير عندي هاي الفورسز راح تشتغل اقوى، اوكي؟ لان انا كان بس عندي الفورس الوحيدة اللي معتمد عليها بالانسبيريشن شنو هو؟ هي البريشر ديفرنس اللي اتفقنا عليها، صح لو لا؟ بين الاتموسفيريك وبين الاليفيولار بريشر. هناك واجيت البريشر ديفرنس اللي هي كانت تقريبا ماينس 1 1 و0، فبالتالي كان 1 البريشر ديفرنس، صح لو لا؟ اجيت مرحله وصلت صار هنا البريشر بلس 1 وهنا 0، فبالتالي البريشر ديفرنس ايضا 1 هنا. وبنفس الوقت اضيف عليها عندي الاستيك ريكول وعندي سيلف تنشن، فبالتالي بالانسبيريشن انا عندي 1 فورس تشتغل اللي هي البريشر ديفرنس، بالمقابل بالاكسبيريشن عندي 3 فورسز تشتغل اللي هي الالاستيك ريكول اللي هي السيرف تنشن، فبالتالي تسوي لي الاكسبيريشن دائما يكون الكيرف مالته اسرع، البريشر مالته يكون بسرعه يتخلص من عنده. ليش؟ نتيجه لهاي ال 3 فورسز. واضح ليش الانسبيريشن يختلف عن الاكسبيريشن لو اكو مشكله عندنا؟ تمام، ما دام اوكي عاشتي. فبالتالي انا عندي لهذا يقول لك انفليشن اوف ذا لانز عاده الكيرف مالته يختلف عن الديفليشن. تشوفون انه هذا البريشر مالتي مباشره، يعني مثلا هنا اذا قلنا هذا 1 هذا 2 وهذا 3 وهذا 4 وهذا 5، اذا دا اشوف تقريبا الاكسبيريشن مدى البريشر مالته دائما هو نفس الفوليوم، راح اشوف البريشر مالته اقل، صح لو لا؟ مثلا اذا هذا الفوليوم مثلا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 مثلا، من اجي مثلا خلينا نحط نفس الفوليوم نقيس البريشر بالانسبيريشن والاكسبيريشن، بالخمسه مواصلي، بالاربعه مثلا راح اشوف هنا تقريبا عندي 3، بالمقابل هنا ايش قد تقريبا عندي 3.5، صح لو لا؟ من اجي اقيس هنا او 2، اوكي؟ صار 2 او 3.5 او 2.5، بالمقابل من اجي الفوليوم من عندي 2 هنا تقريبا عندي 0.7 خلينا نقول بالاكسبيريشن للبريشر، بالمقابل هنا تقريبا يقابل 2 وهكذا. ليش؟ لان يعني ببساطه انت عندك 3 فورسز راح تشتغل سويا بالاكسبيريشن، فبالتالي تشوف الكيرف مالته يختلف عن الاكسبيريشن، هذا اللي نسميه هيستريسيس، اوكي؟ هاي النقطه كلش مهمه. ليش؟ لان انت تحتاج تسوي اوفركم للسيرفس تنشن، اضافه الى هذا قضيه الالاستيك ريكول. واضحه اطباء؟ طبعا يقول لك الكومبلاينس عادة بالميدل رينج اوف بريشر يكون الكومبلاينس هو الهايست. ليش؟ يعني ببساطة نفس الشيء بالضبط مثل النفاخة، راح نرجع نشوف هاي القصة ليش دا نقول. انتوا اي واحد عندكم وما يحتاج اشرح شيء، راح اعطيكم مثال من اجي على النفاخة وانفخها، اوكي؟ تخيل هسه اي واحد عندكم المفروض كان نقول لكم تجيبون على المحاضرة هذه النفاخة، اعلى بريشر تحسه مو صح؟ اول سؤال اجيت انا انفخ النفاخه، اجيت نفختها بالبدايه اول بدايتي، بعد هي كانت كولابس اجيت انفخ بيها، وراها صار بيها شويه وكملت انفخ وراها الى حد اقصى شيء نفختها، ايش وقت تحس اقل بريشر عندك؟ بالبدايه لو بالنص لو بالنهايه؟ من تقريبا خلينا نقول هي الفوليوم تتحمل 5 لتر، اوكي؟ تمام، كلكم بالمنطق مطبقيها على النفاخه تشوفوها بالنص. انا اول ما انفخ احس عندي انا صعوبه من انفخها، صح لو لا؟ من اجي انفخ اكمل شويه بتبدي الامور تمشي اسرع، من اوصل هاي فوليوم راح احس هنا اكو صعوبه، وبالضبط هذا اللي دا يقول لك، دا يقول لك بالميدل رينج اوف بريشر الكومبلاينس هي الجريتست، هاي النقطه كلش مهمه، واللانج تكون موست ديستنسبل، بالمقابل من اوصل اقصى شيء هنا الكومبلاينس راح تقل، من اوصل بعدني بالبدايه ايضا الكومبلاينس تقل، اوكي؟ فيقول لك بالهاي اكسباندنج بريشر، يعني انا من وصلت اقصى شيء اقصى فوليوم خليته الكومبلاينس تكون لوست، اوكي؟ واللانج تكون ليست ديستنسبل، اوكي؟ والكيرف ممكن يكون بي فلاتن. واضحه هنا الكومبلاينس ايش وقت تزيد ايش وقت تقل؟ اعتقد يعني هاي ابسط طريقه نقدر نشرحها ونوضحها. واضحه؟ اوكي عندكم مشكله؟ تقريبا صار عندنا 40 دقيقه على هذه الصفحه، كلش هوايه بس اوكي. واضح اطباء؟ ماكو مشكله، اذا حد عنده شيء واضح خليه يقول عادي، ماكو مشكله نشرحها مره ثانيه. تمام، كل الزين عاشتي لكم.